اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مجددا في حوار تواصل. بات الانشاد مجالا فنيا لا يبرز فيه الا من يمتلك المقومات الفنيه العاليه والقيم الهادفه. في ظل الطفره الفنيه الحاصله في المملكه بدا يبرز نجم المنشد الفهد عبر تطبيق الانستغرام ليحقق انتشارا وتفاعلا مع جمهوره. خلينا مشاهدينا الكرام نشاهد مقطع متداول للمنشد الفهد قبل أن نرحب فيه، خلينا نشوف. مشاهدي الكرام بضيفنا صاحب الصوت الجميل المنشد الفهد، مساء الخير. مساء النور، يا هلا يا هلا يا معاذ. الله يحييك. ابتداء خلينا ناخذ الاسم الفهد، ايش الاسم بالضبط يعني؟ اول شيء انا اسمي فهد السبيعي. نعم. وعليك سعود. الاسم جاء طبعا في البدايه بديت فهد السبيعي. الى ما شفت الطلبات صارت تصير يعني طبعا منشد، فصار المنشد الان ما بين مجالين، ما بين نشيد وشيلات، فصار وانا طبعا اخترت النشيد. فصارت الطلبات اللي تجي على الخاص، ليش ما تسجل شيلات؟ تسجل شيلات. فحسيت الاسم مو ماشي مع النشيد. اطلع باسم فني ممكن يكون على الاقل علامه فارقه لي انا. طلعت بالفهد والحمد لله توفقت فيه الان. جميل ما شاء الله. طيب خليني اسالك عن جزئيه مهمه، يعني ليش اخترت انت الانشاد بالتحديد؟ ما اخترت شيلات؟ ما اخترت مثلا الغناء؟ ليش ركزت على الانشاد مع انه ممكن في الوقت ذا مو زي الشيلات لها جمهورها الاكبر يعني؟ بالضبط. هو على قولتهم نسميه مبدا. انا من بدايه حياتي وانا اسمع الاناشيد، ممكن وقتها كنت اسمع اغاني وزي كذا، لكن الاناشيد شفت فيها فن حلو، فيها رساله حتى. من ايام ابو عبد الملك، ابو علي، سمير البشيري، مشينا على العفاسي، على ابو خاطر، على اسماء كثيره صرنا اسمع لهم. بعد ما كنت اسمع كثير صار وقت اللي اقول ليش ما يبرز صوتي للاعلام للهذا. كنت وقت اقدر اختار الغناء، اقدر اختار الشيلات، وفعلا ممكن يمشي اسمي بسرعه. بس يعني على قولتهم ايام دور الهين ترى الكايد احلى، يعني الشيء الصعب اذا انجزته بيكون فيه حلاوه، فيه 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 في احساس بالانجاز الحلو. يا سلام. طيب ليش انت اخترت مثلا طبعا اعمالك كلها خاليه من الموسيقى؟ ان شاء الله. ليش؟ النشيد هو بالاساس جاي متاسس انه بيكون بدون موسيقى بدون ايقاع. ممكن في بعض المنشدين القدامى كانوا يدخلون ايقاع، ما افضل صراحه. انت يعني كل اعمالك الان الموجوده ما فيها لا ايقاع؟ لا ايقاع، لا موسيقى، لا شيء، اصوات بشريه فقط. فقط؟ كلها توزيع كامل. طيب وهذا يخليني اسالك سؤال مهم. لانه في ناس صارت الاصوات بمؤثرات، صار انه ممكن تسمع صوتها الطبيعي مو نفس صوتها اللي يكون مثلا لايف، اي او مو يكون نفس اللي يطلع لنا مثلا بالفيديوهات. شوف كثيرين فعلا تسمع اصواتهم الان يعني العمل يمشي حقه اذا سوى عمل خاصه الرسم استديو وتوتيون، لكن انا ما اقيم الشخص الا بصوته اللايف. اذا سمع صوته اللايف، سمعت اداءه، سمعت الرجل عنده تمكن في اللايف، انا اعرف ان اعماله بتكون قوية زي ما هو في اللايف قوي. فعلا كلامك صحيح. طيب خلينا نسمع شيء، وش رايك؟ اوكي من عندي انا. ايه. الشباب يعطونك كذا صدى. مو مشكلة. يظن الناس اني خير عبد ولا ادري اتغفر للخطايا
وتقصيري وتفريطي برب أتى بقلوب من صدقوا هدايا. فآه إن دفنت دفنت وحدي إذا ما الدود يأكل بالحوايا. فأيم الله لم يشفى مديح ولا من عط في شفة الثنايا. نفس شوي تعبان على قولتهم. كمل ما شاء الله. طيب خلينا نشوف فيديو. مشكلة. الفيديو ذا يكون ان شاء الله له تعليق وحوار. خلينا نشوف فيديو مشاهدينا الكرام. تمام. شوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر رباه ها قد جئت عندك راجيا فاغفر إلهي ذلتي وذنوبي هب لي الشفاعة بالحبيب محمد. كيف جت الفكرة هذه معك؟ هي الفكرة في الأساس موجودة في التيك توك وكثيرة حتى المغنين مسوينها حتى مع الفانزات اللي معهم الانستغرام وصارت الفكرة هذه بس يعني ما حد حتى أتوقع ما في حد منشدين سواها. كنت مسوي بث وسألت المتابعين بتشاركوني أبي أشوف أضمن تفاعل على قولتهم لأنه إلى الآن الفكرة مين موجودة أصلا فضمنت لي كم صوت قلت يعني أنت أكيد بتشارك معي قال معك ما عندي مشكلة فجاء حس المقطع كشوق الليالي وأنا مذهول من النتيجة اللي طلعت فيها حتى شفت أصوات جديدة جديدة وغير أن حتى زملائي في الفن داخلين معي في هذه فكررتها مع عمل رباه والحمد لله يعني لاقت أتوقع نجاح جميل صراحة في تفاعل فيها وراح تستمر فيها؟ والله ليش لا فرصة أن حتى الشباب اللي أصواتهم على قولتهم مدفونة يطلعونها. الفهد وين رايح؟ وش خطته؟ وش ناوي عليه؟ ممكن إلى الآن ما اكتملت على رغم الفكرة المستقبلية لكن مبدئيا بحكم أني في البداية يعني الواحد يخطط يكون عنده ألبوم يكون عنده فيديو كليبات يعني حبة حبة لين نشوف عاد بعدين وش اللي بيكون وراء هذه أصلا. طيب أبغى أسألك عن جزئية مهمة أنت وش المجال اللي تحب دائما تنشد فيه؟ بدايات النشيد أنت لو تسمع كل الأناشيد أغلبها الله الرسول الأم الصديق ومتكررة بشكل كبير ما ننكر الأشياء هذه جميلة صراحة والفكرة جميلة وخاصة إذا الواحد أبدأ فيها واحد بده يغير يعني تسمع المواضيع هذه ثم تطلع موضوع جديد ما حد أنشد فيه الأنظار تلتفت لك فقلت بدل ما أكرر الأناشيد هذه ممكن أنشد ما عندي مشكلة عن الله وعن الرسول حلو. بس لا لازم أطلع بأفكار ثانية ولا زالت عندي الأفكار اللي ما أتوقع في حد أنشد عنها وبتكون على قولتهم سبق لي إن شاء الله أني أنشدها. طيب احنا بصراحة نبي نستثمر وجودك معنا بشكل كبير أن نسمع أكثر تمام. قدر ممكن مو مشكلة فنبي نسمع شيء. طيب هذا عملي اللي قاعد أشتغل عليه الآن عمل حلو. جديد وعلى قولتهم حصري وما حد سمعه إلى الآن. يا سلام. من كلمات محمد المغيرفي الشاعر الكبير. يا ثقل قلبي ليت لي قلب ثاني يشيل حمل شايل قلبي سنين من كثر ما شالت همومي المحاني مجري جداد همومي اشيلها وين
ويلا وانت اللي كبار الاماني قادر تحققها قبل رمشة العين. اسالك في الجنه تعلي مكاني وتعتقني من النار يا ربي امين اجمعين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. طيب هذا هو العمل الجديد اللي ان شاء الله قاعد اشتغل عليه ان شاء الله. متى ان شاء الله ينزل؟ يبي له وقت على قولتهم الشغل الحلو. كم ياخذ منك العمل عشان من الى من اختيار الكلمات اختيار اللحن؟ الالحان انت تختارها ولا بمساعده ملحن؟ لا الالحان من الى الان من عندي انا يعني انا اللي لحن يعني. ممكن اخر عمل رباه لحن واحد من الشباب عبد العزيز لكن كل اعمالي انا ملحنها. اللحن انا عندي مخزون كبير يعني كل اتوقع كل الفنانين الموجودين عندهم مخزون. اللهم ينتظر النص المناسب ويشتغل مع الشخص المناسب عشان يطلعوا بنتيجه حلوه. طيب على طار اللحن والكلمات وش اكثر شيء انت سويته ما شاء الله ضرب يعني صار له تفاعل وصلك للناس اكثر؟ رب الخفايا يعني هو اكثر عمل حرفيا اشتغلت عليه من قلبي لا من تسجيل لا من توزيع لا من كلمات حتى لا قرواج انا ما توقعت للامانه. ما شاء الله. طيب احنا وصلنا لنهايه الحلقه. الشيء اللي بقوله لك ان احنا نبي نسمع صوتك. انا بختم بشكرك وبودع المشاهدين ونختم الشعر بصوتك. ايش رايك انت محلل المحلل اليوم؟ لا ما عندي طيب مشكله. مشاهدينا الكرام شكرا لكم. وصلنا معكم لنهايه التواصل. اترككم مع المنشد الجميل الفهد نختم فيها اليوم حلقتنا. تفضل. انت اللي دايم في بالي قدرك وسط قلبي عالي تفداك روحي وحلالي. انت يا يمه قلبي وروحي يبونك وش هي حياتي بدونك. قلبي وروحي يبونك وش هي حياتي بدونك. تفداك ربنا والله يا يمه.